والسلام الله عليكم أعزائي متابعين قناة هو الطريق رضا، أرحب بكم وأشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم والثقة ديالكم والتعليقات المحفزة الرائعة. أعزائي ارتئينا اليوم بأن نقدم للمشاهدين الكرام وخصوصا من يرغبون في الزيادة في الوزن وصفة رائعة للزيادة في الوزن، أورتشاتا دو تشوفا، وهي شعبية ومشهورة جدا في إسبانيا خصوصا فالنسيا، وهي غير مكلفة ومكوناتها بسيطة جدا ولا تحتاج إلى مجهود في التحضير. أعزائي مع الذكر أعزائي أن هذه الوصفة راها طبيعية 100% وكتزيد في الوزن ومجربة. أعزائي احنا كنحرصوا باش تكون جميع الوصفات اللي كنقدموا لكم تكون وصفات مجربة وتكون طبيعية 100% بغض النظر على اللي كيستعملوا الأدوية إلى آخره، وكيكون داكشي ماشي مضمون وقدر يعطي نتائج سلبية، بعكس بأن أورتشاتا دو تشوفا كتزيد في الوزن وعندها منافع كثيرة لا بالنسبة للنساء لا بالنسبة للرجال. أعزائي أو تبعوا معي الفيديو إلى الآخر. أعزائي راه التحضير ديالو جد سهل وغتحصلوا على واحد النتيجة رائعة جدا. أعزائي وكنتمنى منكم أعزائي تخليوا لي شي دعوة ديال الخير في الكومنتير، واللي جرب هذه الوصفة يقول لي شنو كاين وندوزوا إلى المقادير. أعزائي بالنسبة للمقادير أعزائي غادي نحتاجوا الحب العزيز. الحب العزيز هو هذا كيكون كاين في المغرب عند العطارة، اي عطار مشيتي عنده غتلقى عنده كيكون على هذا الشكل هكا، كتاخذو يكون على الشكل ولكن كنديروه في الماء لمدة ما بين انا خليته تقريبا 24 ساعة، وكنحتاجو القرفة وليدات، اما الحامض او الليمون هو اختياري، اللي بغى يديرو يديرو اللي ما بغاش بلاش ما يديرو، ولكن انا غادي نضيف التمر أعزائي باش غادي يعطيني الحلاوة ومنطون غادي يعطيني واحد لوغو مزيان مع أورتشاتا دو تشوفا أعزائي. والان أعزائي غادي ندوزو لمرحلة التحضير. غادي ناخدو العويدات ديال القرفة وغادي نوضعوهم مع حب العزيز فوالا أعزائي، وغادي نخليهم ساعة المكانة تل يتلقى ديك القرفة كتلق في حب العزيز كتعطي باش تعطينا واحد لوغو مذاق زوين او ميم طون فيه واحد المنفعة كبيرة بالنسبة للإنسان سواء للرجال سواء النساء أعزائي. والآن أعزائي غادي ندير نصف في هاد الكوب او هاد الإناء باش يتخلط ليا مزيان دغيا، دونك هكا كتعطيني نتيجة مزيانة أعزائي. وغادي نخلطوه الآن أعزائي على هاد النحو. فوالا أعزائي وخصنا نخلطوه مزيان تنخرجوا منه جميع داك الحب العزيز، يخرج منه المواد اللي فيه كاملة تخرج أعزائي. والآن أعزائي غادي نصفوا جميع المواد بعد ما خلطنا مزيان أعزائي بهذا الشكل، هانتوما كتشوفو كيفاش كنخلطو مزيان. وغادي نصفيه دابا فوالا على هذا النحو. هكذا أعزائي غادي نصفو مزيان، أنا قسمتو على جوج، درت النصف الأول عاد درت النصف الآخر أعزائي لأن الكوب يتحل ليا مزيان.
علاج فرنسا ولا. الآن غادي نضيف الخلاط الكهربائي باش غادي نضيفو ليه هاي زيت التمر، غادي نعاودو نتقلو مزيان. راه واخا تشوفوا هاد الخدمه كامله راه ساهله اعزائي، راه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، ولكن النتيجه راه رائعه جدا. وللتذكير حبت العزيز هو جا من مصر، هو كيتسمى لوز الارض، جا من مصر لانه العزيز هو الحاكم، كانوا كيستعملوه ملوك مصر بكثره لان فيه فوائد كثيرة جدا اعزائي. يمكن لكم تدخلوا لجوجل وديروا بحث، تكتبوا حب العزيز الفوائد ديالو، غادي يعطيكم جميع الفوائد ديالو اعزائي. وكنستمروا في الخلط ديالو التمر باش يعطيني، بغيت ندير مع التمر كيعطي واحد لوغو اضافي مزيان، وميم طون كيعطينا بغيت ندير السكر بغيت يبقى طبيعي 100% اعزائي. وغادي نوضعو في اناء او وعاء على هذا الشكل اعزائي. هذا اعزائي هو اورتشاتا دو تشوفا. بالنسبه للسيرو ديال الليمون او الحامض فهو اختياري، انا بالنسبه ليا كيعجبني باش كندير به واحد الموديفيكاسيون، ولكن بالنسبه لكم نتوما اعزائي لما بغيتو ديروه ما ديروش. وانا راه ديجا درتو بزاف ديال الفيديوهات كيفاش تصايب السيرو، انا غادي نديرو بعجاله. كدير واحد القليل من السكر على حسب الماء اللي دير، قليل من السكر، وميم طون غادي تزيد ليه القشور ديال شنو هو ديال البرتقال ولا ديال الحامض ديال الليمون. انا غادي ندير ديال الحامض ديال الليمون فوالا، باش غيعطيني واحد الموديفيكاسيون رائعه بالنسبه ليا انا. تقدروا نتوما ما تعجبكمش بلاش ما ديروه، خليو الخليط كما هو على هذا النحو اعزائي، وكنقدمه لكم بالصحة والراحة. وكنتمنى اعزائي ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بلايك، واللي باقي ما شارك يشارك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد اعزائي. وما تنساوش تبارطاجوا مع الاصدقاء والاهل والاحباء والاصدقاء، والى اللقاء.